ومسلسل حقيقي ولا رجعة فيه من أجل مد يد التشاور والحوار لجميع الأطراف المؤسساتية السياسية والحقوقية الموريتانية من أجل خلق جو تفاهم وجو هدوء يؤدي عن موريتان تخرج من الهزات وتخرج من التهديد بالتشرذم السياسي والتشرذم الاجتماعي والتشرذم الفئوي. ودارك مشينا راضيين على اللقاء وإن شاء الله فاتحين صدورنا وما دينا يدينا لقاءات أخرى مع كتل أحزاب المعارضة ومع كتل أحزاب الموالات.